السلام عليكم ولادي التلاميذ والتلميذات. إذا حل معكم هذا التمرين هذا، إذا كتشوفوا أمامكم التجربة، إذا نضع كأس فارغ لكن أنا في الرسم تشوفوا أن كأس كنديرو دابا، هذه راه نهاية التجربة ماشي بداية التجربة. ثاني هذه نهاية التجربة ماشي بداية التجربة، هذه التجربة راه دازت عليها واحد مدة شهر تقريبا عاد عطات هاد النتيجة. أما في البداية ديال التجربة شنو هي؟ بداية المشاهد اللي مصورة عندكم النهاية ديال التجربة ماشي البداية. من البداية كناخدو كأس فارغ كنضعو فيه واحد قطعة مستطيلة من الحديد، ونضع هاد الكأس فارغ في حوض من الماء، حوض فيه ماء مالح، ثم نغطي الحوض بشريط من البلاستيك ونضع فوقه كرة حديدية. علاش؟ باش داك الشريط البلاستيك ما يبقاش عندنا افقي، ولي شي شويش يعني عميلو شي شويه لتحت، نهبطو نحنيوه لتحت شويه انت كما تشوف في الوثيقه. اذا الا ما كاش الماء مالح نديرو ماء البحر. اذا كنخليو هاد التجربه مع شي مده اسبوع ولا اسبوعين، يعني مده طويله كنخليو حتى شهر، يعني تحت تاثير اشعه الشمس، يعني في الحراره. بعد مرور مده شهر اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان الشريط البلاستيكي فيه قطرات من الماء تتنزل في داك الكاس. اذا داك قطره الماء منين جاو؟ البلاستيك بدا التجربه راه ما كانش فيه قطره الماء، ما كانش فيه والو، كاناش. اذا هنا شنو بقى؟ داك الماء اللي في الحوض اللي بدا كيسخن تحت تاثير اشعه الشمس، بدا الماء يتبخر، يتحول من حاله سائله الى الحاله الغازيه، فيحدث كذلك في البلاستيك تكاتف، يعني تكاتف وتحول الماء من حاله غازيه الى حاله سائله، يتكاتف ثم يزيل قطرات الماء في الكاس، فنحصل على ماء مقطر. ما معنى ماء مقطر؟ يعني هذاك الماء راه ما فيش الملح، ما فيش اجسام صلبه، يعني يوجد فيه الماء فقط. اذا هذه التجربه هذه كلها كتضمن تحولين، اولا التبخر وثانيا التكاتف. وهذه التجربه هي ما يحدث لنا في احواض الملح. كلكم كتعرفوا احواض الملح، الحوض كنعمروه كيكون مثلا السمك ديالو شي 90 سنتيمتر، كنعمروه من الماء البحر، اذا كيبقى تحت تاثير اشعه الشمس، كيبقى داك الماء كيبدا من نهار الى نهار واحد المده طويله كيبدا يتبخر، كيتبخر، كيبقى الحوض فيه غير الملح. كذلك هذه التجربه الا بقينا كنستمروا هذاك الماء اللي في الحوض غادي يبقى فيه غير الملح، بقى واحد الحتاله صغيره ديال الملح في قاع الحوض، والكأس سوف نحصل على الماء بدون ملح، ماء مقطر، يعني ماء خالي من أي أجسام صلبة.